بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنكمل مع بعض دراستنا في أعمال الرسل. احنا كنا في الأصحاح 17 في الرحلة الثانية، واقفين عند الكلمة أو العظة اللي قالها القديس بولس الرسول في وسط أريوس باغوس. أريوس باغوس ده زي يعني كان حتة مرتفعة كده، وفيها بيعملوا قضاء أو ويتجمعوا الناس، وفي زي مدرج كبير كده ممكن ان هم ايه يعني الناس تقعد وحد يتكلم والناس تسمع. فنحاول النهارده بنعمه ربنا نخلص الرحله الثانيه، هيبقى يعني لحد نص الاصحاح ال 18. احنا شفنا ان بولس الرسول في اتينا بعد ما خلصوا الخدمه في مقاطعه مكدونيا اللي في الشمال اللي فيها فيليبي وبيريا وتسالونيكي. مشوا فيليبي وبعد كده خدوا تسالونيكي وبعدين راحوا بيريا، والناس كانت بتؤمن كتير في بيريا لانه يحبوا يدرسوا الانجيل. بعد كده اليهود هاجوا فهربوا بولس الرسول وجاء عن طريق البحر في راح اتينا وانتظر سيلا وتيموساوس اللي كانوا معاه يبقوا يقولوا بعد كده. فهو في اتينا احنا عرفنا ان هم راحوا دخل المدينه مليانه اصنام، فقلبه وجعه إن المدينة مليانة أصنام، فبدأ يكلم الناس في السوق عن المسيح وعن القيامة من الأموات وعن الحياة الأبدية وعن الإله الحقيقي. فقالوا ده بيتكلم عن القيامة، فقالوا ده راجل إيه بيقول حاجة فاني قوي بيتكلم عن القيامة، إحنا هنسمع عن الحاجات دي كمان، قيامة من الأموات، طب كذا دي حاجة جديدة نسمعه. فخدوه وراحوا بيه على أريوس باغوس اللي هي الحتة اللي فيها زي مدرج كده كبير، وقالوا له إيه قول لنا بقى احكي لنا انت جاي تتكلم في ايه. فمن اول عدد 22 اصحاح 17 عدد 22. فوقف بولس في وسط اريوس باغوس وقال: ايها الرجال الاثينيون، اراكم من كل وجه كانكم متدينون كثيرا، لانني بينما كنت اجتاز وانظر معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما فيه هو مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. دي العظة الجميلة بتاعته. زي ما قلنا في ثلاث عظات للقديس بولس الرسول، واحدة ليهود في اصحاح 13، وواحدة ليونانيين دول في اصحاح 17، واحدة للرعاة والخدام والكهنة اللي اتقرت علينا النهاردة في القداس في اصحاح 20. في ملاحظات لطيفة جدا على الوعظة دي. أول حاجة معلمنا بولس الرسول بيبتدي بالمديح، بيبتدي بحاجة حلوة فيهم، بيقول لهم أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. أنتوا ناس متدينين، عندكم الحس الديني والفكر أن كنتوا يبقى فيه إله، ده حاجة مهمة أنتوا يعني متميزين بها. ودايما الشاطر في الكلام يبني، عايز يقول فكرة جديدة بس لازم يبنيها على حاجة تكون موجودة عند السامع. اللي بيسمع لازم يكون
بيسمعش حاجة غريبة تماما ملهاش أي صدى في ذهنه، لكن لما نبني على حاجة ليها صدى في ذهنه، ليها خلفية في ذهنه، يقوم إيه؟ نقدر نبني عليها كويس. فبيقول لهم أنتم متدينين، دي أول حاجة. إيه تاني موجود عندهم؟ موجود عندهم مذابح، ومن ضمنها مذبح مكتوب عليه إيه؟ لإله مجهول. قال بس كويس خالص، إحنا كده إيه؟ ممكن نبتدي من المدخل ده. أول ما يقول لهم ده أنا رأيت مذبح مكتوب عليه لإله مجهول، يقولوا أيوة صحيح، اللي في الشارع الفلاني في فعلا المذبح ده مكتوب عليه لإله مجهول. قال لهم بقى الإله اللي أنتم بتتقونه ولا تعرفونه أنا جاي أبشركم به. الإله اللي أنتم بتجهلوه أنا أعرفه وليه علاقة حية معاه. هو ده اللي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. وبدأ يكلمهم عن الله. طبعا لا في نبوات أنبياء، لم يعرفوش الأنبياء، ولا في أي أساس من العهد القديم، مجرد بيكلمهم بالمنطق الطبيعي. بيقول لهم ده خلق العالم وده رب السماء والأرض. وبعدين على فكرة هو غير محدود ولا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. هنا برضو بيلمح، هو ما قال بالظبط، بيلمح إنه عبادة الأصنام اللي انتوا فيها دي ما لهاش قيمة، ما لهاش معنى. يعني هو بيحطم فكرة الأصنام والبرابي، برابي اللي هي المعابد الأصنام، يسموها بربا أو براب، جمعها برابي، معابد الأصنام يعني. بيحطم الفكرة من أساسها، بيقول لهم يعني الله ده خلق السماء والأرض وده موجود في كل مكان وهو اللي خلقنا كلنا، ما يتخدمش بواسطة أيدي الناس كأنه محتاج، وما يحتاجش يسكن في هياكل مصنوعة بأيادي ومعابد زي كده، مش محتاج للحاجات دي. فهو بيبتدي بقى ايه يوضح سنه سنه بعض الاوضاع الخطا اللي هم فيها. وبعدين ده هو اللي بيعطي الحياه للناس وبيعطي النفس لكل كائن حي كل شيء. وقال في حته في الوسط كده في عدد 26 يقول لك صنع من دم واحد كل امه من الناس. دي برضو فكره مهمه، عايز يقول لهم ان كل البشر ايه متساويين، كل البشر متساويين، كلهم طالعين من دم واحد، من أب واحد وأم واحدة، يعني إخوات، يعني إحنا كلنا كده ربنا خلقنا متساويين. كل الناس اللي بيسكنوا على وجه الأرض وحتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. الصياغة تقيلة شوية، هي عايز يقول إن هو ضابط المكان والزمان، ضابط الزمان اللي هي الأوقات المعينة والمكان اللي هي حدود كل واحد ساكن فيه. يعني هو ربنا اللي رتب إن أنا أعيش في الزمن ده وإن أنا أعيش في المكان ده وأسكن في الحتة دي وأكون مع الناس دي في الزمن ده، الترتيبات دي كلها بتاعته. وبيقول إن هو مهتم بيضبط كل شيء لعلهم يطلبوا الله، لعلهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه. وهو مش بعيد عننا، يعني هو موجود. وبعدين ايه، راح جايب حاجة كمان من الثقافة بتاعتهم، به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحد شعرائكم إيه، لأننا ذريته، به نحيا ونتحرك ونوجد. نوجد طبعا يعني هو اللي خالق، هو اللي خلقنا، بناخد منه كينونتنا، بناخد منه وجودنا، بناخد منه وجودنا. وجودنا ده متاخد من الله، مش جه كده، مش بشكل اوتوماتيك كده تلقائي نتيجه التزاوج، ده وجودنا ده واخدينه من الله. ونوجد في مكاننا اللي احنا فيه لان هو اللي بيدبر حركتنا، بنحيا ونتحرك، يبقى هو اللي عطى النفس وعطى الحياة. بيقول كده يعطي الجميع حياة ونفسا
وكل شيء، دي في عدد 25. وفي عدد 28 به ناحية اللي يعطينا الحياة ونتحرك، يعني هو اللي بيحركنا في المكان ده، هو اللي جابنا هنا، وهو اللي بيدبر حركتنا. ونوجد، يعني هو اللي بناخد منه كياننا ووجودنا. فشفنا ان هو بياخد من اللي موجود عندهم ويمدحهم عليه ويبني عليه في اتجاه المسيح، يبني عليه في اتجاه المسيح. وبعدين علشان هو مثقف برضو بالثقافة اليونانية، حط لهم حاجات ايه تفهمهم ان هو فهمهم. يعني ساعات الانسان لما يحس ان اللي بيتكلم، حتى لو بيتكلم في موضوع كبير ومهم، بس يحس يقولك ده مش حاسس بيا، ده مش فاهمني، ده بيقول كلام كده لكن مش فاهم الوضع اللي انا فيه. لا، هو فهمهم ووضح لهم ان هو فاهم، وفاهم اللغه بتاعتهم وفاهم الثقافه بتاعتهم، فعارف التراث بتاعهم. يقول لك كما قال بعض شعرائكم ايضا، لاننا ايضا ايه ذريته. وبعدين بيبني على الكلام ده بقى، بيقول إذا نحن ذرية الله، لا ينبغي أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. بدأ بقى يكلمهم عن المشكلة الرئيسية اللي عنده، إن المدينة مليانة أصناما، المدينة مليانة عبادات وثنية وأصنام. إذا كان الله هو إحنا ذريته، إحنا به نحيا ونتحرك ونوجد، وهو مالك الكون كله، هو اللي بيضبط الزمان وبيضبط المكان، وهو اللي خلق السماء والأرض، ما ينفعش إن إحنا نشبهه بذهب وفضة وأمور مادية ونعمل له أشكال مادية، اختراع إنسان. فدي حاجة، يعني معلش، دي مش أنا مش شايفها مظبوطة عندكم. أنا شايف إن كنتوا عندكم حس ديني كويس وعندكم استعداد، لكن أنا شايف إن الوضع اللي أنا شايفه قدامي ده مش مظبوط. طيب، الرسالة اللي بيوجهها لهم في الآخر بقى، رسالة توبة، دي رسالة كل كرازة، وهدف كل كرازة التوبة. ربنا مستعد يقبلنا، يتغاضى عن أزمنة الجهل، ويبتدي معانا بداية جديدة لو إحنا نتوب. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، عايز يقول لهم يعني مش انتوا بالذات، يقولوا له طب والبلد اللي جنبنا؟ لا، ده للكل، الرسالة دي جاية للكل، وأنا لسه هروح هنا وهروح هنا وهروح هنا، يعني مش انتوا أوحش من الباقيين فربنا بيقول لكم توبوا، لا، الرسالة دي للكل في كل مكان، جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعني معلش انا عارف ان انتم ما كنتوش تعرفوا، فبالتالي غلطتوا كتير، لخبطتوا كتير، كان في حاجات مش كويسه، ودي نعتبر ان هي ازمنه الجهل، لكن دلوقتي جاي لكم النور، نمشي في النور، وجاي لكم ربنا بيفتقدكم، نقدم توبه. يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل. ليه؟ لان الخطيه اجرتها موت، لأن الخطية في ليها عقاب، لأن في دينونة، خلوا بالكم، في دينونة أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع. لأن دي يبتدي يتكلم فيها عن المسيح بقى، اللي هو جاي يقدم لنا الفداء، وجاي علشان ينقلنا الملكوت، وجاي عشان يدخلنا في عضوية ملكوته وعضوية جسده، واللي هيبعد واللي هيستمر في الظلمة هيتحكم عليه، هو اللي هيدينه بقى، ان هو الديان العادل. فبدأ يتكلم على المسيح برجل قد عينه مقدما للجميع، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات، علشان يقول للناس كلها ان في قيامة من الأموات وفي دينون. المسيح هو باكورة القائمين من الموت. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات، يعني دايما الكرازة فيها حب، فيها بناء على حاجة موجودة عند الشخص، فيها توضيح للحقائق، فيها دعوة للتوبة،
فيها إبراز لشخص المسيح والحياة الجديدة الموهوبة لنا فيه، الحياة الجديدة بقيامته من الأموات. فدي العناصر بتاعت الإيه؟ بتاعت الوعظة. ولمس فيها طبعا المشكلة الرئيسية اللي عندهم اللي هي عبادة الأصنام والحاجات اللي مش كويسة اللي كانوا عايشين فيها. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطه، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديوناسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهم. دايما الخادم بيرمي البذرة، ممكن مش كل الناس بتجيب ثمر، إن شاء الله اتنين تلاتة حلوين، خميرة حلوة في البلد. ما هي فيليبي كانوا عيلتين بس وجم بعده صعوبة يعني وقت طويل في فيليبي، لكن دول اتنين هم بسرعة من وعظة واحدة بركة حلو. نرمي البزار، ومش كل الأراضي طبعا بتستجيب زي بعضها، في أراضي جافة، في أراضي فيها شوك خانقها، في أراضي زي أرض الطريق كده ملهاش عمق خالص متداسة بالرجلين ما بتجيبش نتيجة. لكن في ناس أمنت، يقول التصقوا به وآمنوا. التصقوا به هنا معناها ان هم بقوا زي تلاميذ يسألوه، وراحوا قالوا له لا احنا عايزين بقى مور، عايزين تشرح لنا أكتر، عايزين تعلمنا أكتر، نعرف منين المعلومات الصح. بدأ يرشدهم للكتب المقدسة ويبتدوا يدرسوا ويتعلموا واحدة واحدة. فخميرة صغيرة بركة للمدينة كلها، ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهم برضو كم حد كده. وفي نفس الوقت ناس بتستهزأ بيه، ناس طلعت تهزر وتقول الراجل ده مثلا مختل، والراجل ده بيحكي كلام خرافي، يعني يقولوا اللي يقولوا. خلص كده الخدمة في أتينا، ما كملش كتير في أتينا وطلع على كورنثوس. وكورنثوس كانت بلد كبيرة، هما البلدين دول أكبر بلدين في مقاطعة أخائية اللي هي في جنوب اليونان. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس قيصر كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كان في صناعتهما خيامين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيا. يبقى كورنثوس دي البلد فيها مجمع وفيها يهود، ولقى اتنين حلوين مؤمنين، واحد اسمه أكيلا ومراته اسمها بريسكيلا، لقاهم في كورنثوس. فقال طب كويس، جمعوا مع بعض وكانوا بيشتغلوا سوا، كانوا بيقولك في صناعتهما خياميين. خياميين يعني بتوع يصنعوا خيام، يصنعوا القماش ويخيطوا القماش بتاع الخيام بتاع قلوع المراكب، حاجات اللي زي كده. ويبدو ان الصناعة دي بولس يمكن يكون اتعلمها في شبابه، يعني وطبعا بيشتغل لأن ما فيش كنيسة تصرف عليه، يعني كانش فيه كنيسة موجودة أصلا في البلد، فما فيش كنائس مستقرة تقدر تكرس خدام يتفرغوا للخدمة. فكان هو بيشتغل وبيروح المجمع يوم السبت. هنا في مرونة، في مرونة، إنه مش هقول بقى طب أنا ما ازاي بقى، يعني انا ابقى رسول وابقى مرسل من الله وليا خدمه كبيره وما يطلعليش دخل يعني من الكنيسه ولا غير، يطلع ايه؟ ده مفيش كنيسه لسه، انت تشتغل، انت تشتغل وتتعب وتصرف وربنا يبارك، ربنا يبارك. وكان في كل حته بيعمل كده، يعني في رسالته لما بعتها لتسالونيكي قال لهم انتوا شفتوا احنا كنا في وسطكم بنشتغل ازاي بايدينا،
وبنهتم حتى بالفقر، مش عايز حد يكسل عن الشغل، مش عايز حد يكسل، اللي مش عايز يشتغل ما يأكلش كمان، من يريد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا. وانذروا الناس اللي مش عايزة تشتغل وتجنبوه عشان يتكسفوا، لازم يشتغلوا. لأن كان في يعني زي فكرة كده انتشرت شوية في تسالونيكي أن المجيء التاني خلاص جاي على الأبواب، فإحنا على إيه نشتغل، نسيب كل حاجة ونسيب شغلنا وخلاص ومفيش داعي نشتغل. قال لهم لا، ربنا يجي يلاقيكم بتجروا بالوزنات بتاعتكم. فهو كان راح اشتغل معاهم. وبيقولوا في التاريخ ان كلوديوس عمل فعلا القرار ده كان سنة 51-52، ده بالظبط نفس التوقيت بتاع رحلة معلمنا بولس الرسول الثانية. لان مجمع افسس، انا اسف، مجمع اورشليم كان سنة 50 ميلادية، فهو طلع الرحلة الثانية بعد مجمع اورشليم سنة 51، والكلام ده كان سنة تقريبا 52 ميلادية. وكان يحاج، احنا قلنا الكلمة دي قبل كده، يحاج او يحتاج، او دي معناها يقدم الشرح، يقدم الأدلة، يقدم الحجة. فبيقعد يشرح لليهود بقى كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. طب واليونانيين دول في المجمع بيعملوا ايه؟ كان في يونانيين بيروحوا يحضروا مع اليهود ويتعلموا، يمكن لسه ما بقوش يهود بالكامل لكن بيحبوا يتعلموا، وشافوا سمو التعليم اللي موجود في الأسفار المقدسة فارتبطوا به. يقنع يهودا ويونانيا، فقعد يشتغل ويخدم كل يوم سبت. لسه طبعا فيش كنائس مستقرة، ففي ناس بدأت تآمن. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مقدونيا اللي هي المقاطعة الشمالية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. قاعد عمال اسبوع في الثاني في الثالث عمال يشهد لليهود في المجمع اليهودي بالمسيح يسوع. واذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، انا بريء، من الان اذهب الى الامم. قال لهم خلاص. الظاهر يعني ايه؟ قالوا له: وانت يعني هتقعد تدوشنا بالكلام ده؟ مش عايزين نسمعك تاني، ما تجيش تاني المجمع. قال لهم خلاص، دمكم على رؤوسكم، انا وصلت لكم رساله الخلاص وانتوا اللي بترفضوا. خلاص انا عملت اللي علي، انا بريء من دمكم، من الان اذهب الى الامم. انا اروح اكلم الامم وممكن هم يسبقوكم. يبقى انتوا اللي عارفين، وعارفين الانبياء والنبوات، وعارفين الناموس، وعارفين كل الاشارات والرموز عن السيد المسيح، وتعملوا كده. خلاص انا اكلم الامم. راح عمل ايه؟ فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فواضح ان كان في ثمر حلو، صحيح في مقاومه من البعض لكن في ثمر حلو خالص. أجر بيت أو راح للبيت بتاع الراجل ده، فتح البيت للخدمة اللي اسمه يوستوس، وكان متعبدا لله، وكان بيته ملاصق للمجمع. فالناس بدأت بدل ما تروح المجمع تروح بيت يوستوس ده تسمع القديس إيه؟ بولس الرسول. فتح مركز جديد للخدمة، ورئيس المجمع نفسه آمن بالمسيح، فخلى ناس كتيرة تآمن، وناس كتيرة آمنت وتعمدت. الملاحظة اللطيفة أن بيقول كيرسبس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، طبعا بما فيهم أطفال وكبار وسيدات، فكانوا بيأمنوا كأسرة على بعضها، ما يقولوش بس أن دول أطفال، ما لا لسه ما فيش زي كده، دايما الكل بيأمنوا كلهم مع بعض. والإيمان على طول يتبعه الإيه؟ التوبة والإيمان والمعمودية. والمعمودية، مفيش إيمان من غير معمودية، مفيش حاجة شفوي كده، مش الشفوي ده ما يكفيش، لازم أموت وأقوم مع المسيح، لازم أنضم لعضوية الجسد، عضوية الجسد وعضوية الملكوت وعضوية الكنيسة، بأن أنا أدفن مع المسيح وأموت عن حياتي القديمة وأخذ حياة جديدة بقيامة من الأموات من المعمودية.
الموقف كان بولس الرسول شايف انه يعني وصل لدرجة معقولة، انه في بعض ما بيؤمنش وفي بعض آمن، يعني بداية كويسة في البلد، وكان فاكر انه هو زي بقية البلاد يعني يبتدي يحط البذرة وينقل على البلد اللي ايه اللي وراه. فتفاجئ ان ربنا بيقوله لا، ما تمشيش من البلد. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. الله، إذا كان في ناس هايجة اوعى تخاف، إذا كانوا بيدبروا لك مكايد اوعى تخاف، محدش هيمد ايده عليك، محدش يقدر يأذيك. أنا ليا شعب كتير في البلد دي، دي بلد كلها شر، دي كانت مشهورة بالفساد لأن فيها المراكب والبحارة بيجوا من كل حتة ويلخبطوا، كان جو مش كويس أبدا، يعني جو فيه فساد فظيع في كورنثوس. ربنا قالوا لا، ده أنا ليا شعب حلو وشعب كتير في البلد دي، عايزين نقعد نشتغل فيه شوية. تكلم ولا تخف، تكلم ولا تسكت، لا تخف بل تكلم ولا تسكت. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. التعليم الروحي بكلمة ربنا هي الشبكة اللي بتصطاد الناس، هي الشبكة المطروحة في البحر اللي جامعة من كل نوع. تكلم ولا تخف، بتصيد النفوس الشبكة دي. الكلمة الروحية هي اللي يقول كده في رسالة رومية: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فاحنا محتاجين نقدم كلمة ربنا عشان يبقى في إيمان. طبعا أحيانا التعليم كان بيبقى مصحوب بمعجزات، وأحيانا ما يكونش فيه معجزات، ما يجراش حاجة، بس أحيانا التعليم بيبقى مصحوب بمعجزات. لكن مع التعليم لازم يكون في أبوة، ولازم يكون في حب، وده اللي القديس بولس الرسول قدمه، حتى مع الناس اللي بيقاوموا، حتى مع الناس اللي بيقاوموا، حتى مع الناس اللي بيجدفوا بشكل مستمر على كلام ربنا، حتى مع دول. الحقيقة رسالة ربنا للقديس بولس الرسول هنا رسالة تطمنا، ما حدش يقول أصل البلد دي ضاعت، بس البلد دي ما فيهاش فايدة، بس الشيطان سيطر، ربنا أقوى، ربنا ممكن يشتغل بناس ممكن تكون ضعيفة، لكن ربنا يشتغل بيهم شغل عظيم جدا جدا جدا. بمناسبة الموقف ده، في قصة حقيقية حصلت في السبعينات في القاهرة. كان في أحد الخدام بيخدم منطقة من مناطق الفقيرة جدا. المنطقة دي كان فيها يعني لخبطة كتير، فساد وعادات رديئة، والناس بعيد عن ربنا تماما، يعني مع الفقر في فقر شديد في الإيمان وفي القداسة وفي المحبة، حاجة صعبة. فراح كذا مرة يخدم، وبعدين حس إنه ما فيش فايدة، ما فيش حد بيستقبل، فخد يعني بينه وبين نفسه كده زي قرار، قال أنا خلاص إيه، أنا أشوف خدمة تانية، الناس دي يعني ما عندهاش استعداد وخلاص، موضوع صعب. فقعد كده على الأرض، قعد على الرصيف وهو زي متضايق كده. ففي اللحظة دي قامت زوبعة، زوبعة شديدة جدا، هوا جامد لدرجة أنها طيرت الزبالة وجت حاجات عليه، يعني بيجي عليه ورق من كل ناحية مع التراب. وبعدين بص لقى وقعت في حجره حتة ورقة،
حتة ورقة بيفتح كده لقاها ورقة من الإنجيل ومكتوب فيها الآية دي، الآية دي بالذات أعمال الرسل 18:9. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. تخيلوا بقى، الراجل خد الرسالة، يعني حسن اخترقت قلبه، حسن دي رسالة من ربنا. البلد اللي كان أو المنطقة أو الحي اللي هو كان هيسيبه ده مش عايز يرجع له، وخلاص حاسس أنه فقد الأمل فيه، ربنا بيقول له لا تسكت بل تكلم، وأنا ليا شعب كثير في هذه المدينة. وبالفعل ربنا عطاله نعمة لدرجة أنه بقت شبه إبرشية كاملة، ليها أسقف من كتر ما ربنا اشتغل وتمجد على أيديه. فإحنا مش عايزين نفقد الأمل أبدا. تكلم ولا تسكت لأني أنا معك. القوة من ربنا اللي معانا، ليا شعب كثير في هذه المدينة. ولما كان طبعا هم ما سكتوش، بيديك بس جانب من الايه، من المقاومه اللي خدها في الايه في السنه ونص دول. ولما كان غاليون يتولى اخائيه، احنا قلنا دي المقاطعه كلها اسمها اخائيه، المقاطعه الشماليه اسمها مقدونيا، المقاطعه الجنوبيه اخائيه، انا بعيد عشان نحفظ. فغاليون ده كان زي ايه، رئيس المقاطعه، يعني زي المحافظ بتاعها. قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. هو بقى إيه؟ واخد وعد من ربنا أن محدش هيقدر يأذيه، فما هربش، شالوه كده شيل، وما تفهمش بقى ضربوه عملوا إيه، مهم خدوه شالوه هلا بهلا كده ودوه قدام الإيه؟ الحاكم المحافظ بتاع المقاطعة. أتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. هم إيه؟ عايزين يتهموا أي تهمة، فده بيعمل شوشرة ليعبدوا الله بخلاف الناموس. هم طبعا إيه؟ ما لحقوش لسه يكملوا، المفروض ده طبعا هيكملوا، يقولوا ده مخالف لقيصر، مش كده؟ لازم يتهموا تهمة سياسية علشان الولاة أو عشان الغاليون الحاكم ده إيه؟ ينتبه، يعني إن ده خطر. فلسه ما لحقوش يتكلموا، فبولس الرسول ايه، واذ كان بولس مزمعا ان يفتح فاه، قال غليون لليهود: لو كان ظلما او خبثا رديئا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم. يعني لو الراجل ده عامل ظلم في حد، بيتخابث، عايز يعمل مكيده، عايز يعمل شر، عايز يعمل فتنه، انا كنت احتملتكم. ولكن اذا كانت مساله من كلمه عن كلمة أو أسماء وناموسكم فتبصرون أنتم. دي حاجة إيه اللي دخلني فيها؟ أمور دينية خاصة بيكم، أنا مالي بالكلام الفاضي ده؟ بالنسبة له طبعا ده كلام فاضي، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي بره، ما لحقوش، جابوا بولس الرسول من هنا لسه هيبتدوا يتكلموا، في الرجل إيه؟ ما عطاهمش وش، وقال لهم اتفضلوا بره، اتفضلوا بره. فأخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. اليونانيين اللي هم كانوا مع اليهود، اللي هم لسه ما يعني لم يتهودوا بالكامل بس متعاطفين مع اليهود، واليهود جايبينهم مهيجينهم، بيقولوا لهم ان بولس ده مضل وده بيتكلم كلام غلط وده بينقض الناموس الى اخره. فراح كان رئيس المجمع معاهم سوستانيس، ده رئيس مجمع زار جديد غير اللي هو امن اللي هو كريسبوس. فخدوه، ظهر ان برضه سوستانيس كان متعاطف مع بولس الرسول، وفعلا هنعرف بعد كده ان هو امن بالمسيحيه، امن بالمسيح وبقى من التلاميذ. خدوه ضربوه قدام الكرسي، وانت اصلا انت اللي سمحت لهم ان هم يدخلوا الناس دي عندنا، وبولس ده يجي عندنا. فكان مسؤول عن انتشار التعليم المسيحي اللي بيعلم بيه بولس، لانه عطله الفرصه يعلم في المجمع يعني.
غاليون ما سابهم يمشوا. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، قعد بقى السنة ونص دول اللي هم بيحكي عنهم، قعد سنة ونص، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكلة وأكلة بعدما حلق رأسه في كنخيريا. كنخيريا دي زي حي من أحياء كورنثوس جنب على البحر على طول، ضاحية من ضواحي كورنثوس، لأنه كان عليه نذر. فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. يعني الأول هو خارج من كنخيريا أو من كورنثوس متجه إلى سوريا، بس هو سوريا ليه أنطاكيا، يعني عايز يروح أنطاكيا، المنطقة اللي هو قاعدة الانطلاق اللي بيروحوا ويرجعوا منها. لكن خد معاه بريسكيلا وأكيلا، المركب عدت الأول على أفسس اللي هي في وش كورنثوس من ناحية تركيا. يعني لو بصينا على الخريطة كده يبقى هنا كورنثوس، يبقى هنا أفسس في الوش من الناحية دي، بينهم البحر اللي هو جزء من البحر المتوسط اللي ما بين آسيا الصغرى واليونان. فعد على أفسس وسابهم هناك. هم كانوا بيشتغلوا بيتجروا، فبيروحوا البلاد الكبيرة، يعني راحوا روما وراحوا كورنثوس وراحوا أفسس. بريسكيلا وأكيلا كانوا يعني خدام حلوين، وكانوا في كل مكان بيتهم ده يبقى كنيسة. وأما هو فدخل المجمع وحج اليهود. دي حتة على الماشي كده، يعني بيلقط رزقه ايه الحكاية. راح أفسس، طب كويس بكرة ايه، ده بكرة السبت، يلا نروح المجمع. راح قال لك ايه، أروح المجمع أوعظ شوية وأكلم اليهود عن المسيح، مع إن ما كانتش في الخطة يعني أفسس دي، لكن خدها كده في ايه، في آخر الرحلة يعني وهو راجع. فكلم حج اليهود ووضح لهم فرصة على الماشي كده يلقط سمر حلو في الطريق. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب. الظاهر قالوا له لا، ده أنت لازم تقعد بقى كتير. قال لهم طب معلش خليني بقى لما أجي لكم تاني. فعلا هو جالهم تاني في الرحلة الثالثة وقعد معاهم فوق الثلاث سنين في أفسس، لأن دي كانت بلد كبيرة. هو بأول مرة بقى إيه، أول مرة في أفسس، أول مرة يزور أفسس دي، ولقى برضو قال إلهة وثنية اسمها ديانا أو أرطميس، والبلد كلها عبادة أصنام ولخبطة وفساد. فهو البلاد الكبيرة دي عارف إن لو كرز فيها كويس وأسس كنيسة كويسة هتنتشر الكرازة في بقية البلاد الصغيرة اللي حواليها. فهو عدى كده على أفسس ورمى بذرة حلوة والناس اتشوقت وقالوا له طب اقعد عندنا. قال لهم معلش انا عامل حسابي ان انا ارجع انطاكيا وبعدين هبقى اجي لكم تاني. لم يجب، يعني ما رضاش يعني يقبل، بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اورشليم، ولكن سارجع اليكم ايضا ان شاء الله. فاقلع من افسس، ولما نزل في قيصريه صعد وسلم على الكنيسة اللي هي في أورشليم، ثم انحدر إلى أنطاكيا. كده خلصت الرحلة الإيه التانية. الجزء الأخير ده في نقطتين حابب برضو أوضحهم. لما بيقول أعمل العيد القادم في أورشليم، إذن في الكنيسة الأولى كان في مواسم وأعياد، وغالبا العيد القادم ده عيد الفصح، عيد القيامة اللي كان بيقصده. قال لهم لا، انا عايز اعيد في اورشليم المره دي، فلازم الحق، لان في بعض الناس مؤخرا يقول لك هو ما كانش في اعياد في الكنيسه زمان. لا، ده كان في اعياد وكان في اصوام من ايام الكنيسه الاولى. الحاجات دي مترتبه من ايام الكنيسه الاولى. صحيح مش جميع الاعياد اللي بنحتفل بيها، ومش بس معظم الاعياد الهامه والصوم الكبير وبعض وصوم زي صوم الرسل كان بيتعمل له وقت ومناسبات جوه الكالندر، يعني جوه التقويم الكنسي في ذلك الوقت. فهو كان يعني مرتب نفسه عايز يروح اورشليم وعايز يعيد هناك، ففعلا عمل كده. عشان يروح اورشليم عن طريق البحر بيركب المركب ويطلع على اقرب بلد لاورشليم عن طريق البحر اللي هي
قيصرية، سيزيريا قيصرية، فطلع على قيصرية. فبيقول كده: أقلعنا من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد. صعد يعني إيه؟ يعني طلع أورشليم، لأن أورشليم على جبل، واضح؟ صعد وسلم على الكنيسة. إيه هي الكنيسة؟ طبعا هو المقصود بها القيادات الكهنوتية اللي موجودة في الكنيسة، الرسل اللي موجودين، والأسقف اللي كان موجود، كان قديس يعقوب، وكان بطرس غالبا برضو موجود. فصعد وسلم على الكنيسة، يعني على القيادات وعلى الشعب، فاللي في أورشليم. ثم انحدر إلى أنطاكيا، نزل من أورشليم وسافر شمالا، راح على إيه؟ على أنطاكيا. يبقى هنا أورشليم بس مستخبية في وسط الإيه؟ في وسط الجملة دي. ها؟ هو رايح عايز يعمل العيد القادم في أورشليم، بعدين مش مكتوب حاجة عن أورشليم بعدها، لكن إحنا نفهمها في وسط الكلام. لما نزل في قيصرية صعد، صعد يعني على لأورشليم، وسلم على الكنيسة اللي في أورشليم، ثم انحدر، ساب أورشليم إلى إيه؟ إلى أنطاكيا. يبقى كده الإيه؟ خلصنا الرحلة الثانية. الرحلة الثانية لو لخصناها، بولس وسيلة طلعوا من أنطاكيا، الخريطة قدامنا هي أنطاكيا، وطلعوا مش عن الطريق البحر، طلعوا عن طريق البر، آسيا الصغرى، مشوا مشوا مشوا، وصلوا في نص آسيا الصغرى لبلد اسمها ليسترا، خدوا منها تيموساوس. كان تيموساوس التلميذ اللي موجود هناك، خدوا تيموساوس. مشوا، الروح القدس قال لهم استنوا ما تتكلموش، استنوا، كل ما يروحوا بلد يقول لهم استنوا، ما فيش كرازة. مشوا لحد، مشوا ناحية الغرب كده لحد لما وصلوا لحدود آسيا الصغرى، بلد اسمها ترواس. ومن ترواس طلعوا على إيه؟ وهو شاف رؤيا الليل وراجل مكدوني بيقول له اعبر الينا وايه واعنا، راح معدي البحر وراح على ايه فيليبي، اكبر بلد موجوده في مقاطعه مكدونيا، وفيليبي كرز واسس الكنيسه هناك، ليديا بائعه الارجوان وسجان فيليبي، هم دول اول اسرتين امنوا بالمسيح، وعارفين القصه بتاعت السجن بتاعهم وكده. وبعدين سابوا فيليبي راحوا على ايه تسالونيكي في نفس المنطقة، تسالونيكي، ومن تسالونيكي قضوا شوية وقت وراحوا على بيريا، وبيريا كانوا الناس عندهم استعداد كبير جدا، كرزوا في المجامع هناك، مجامع اليهود. وبعد كده لما اليهود هاجوا ضد معلمنا بولس الرسول، ركب مركب ونزل جنوبا إلى مقاطعة أخائية، ساب مقاطعة مكدونيا ونزل على مقاطعة أخائية، ونزل على أثينا، وفي أثينا كان لوحده خالص، وعظ الوعظة الشهيرة اللي احنا قريناها النهاردة أول حاجة للشعب، وقال لهم أنتم متدينين، ولكن أنا وأنتم مش عارفين في إله مجهول أنتم مش عارفينه، أنا أعرفه وجاي أبشركم بيه. بدأ يكلمهم عن ربنا، ويكلمهم عن الحياة الأبدية، ويكلمهم عن التوبة، وفي أمنوا مجموعة في أثينا، مجموعة صغيرة، ديونيسيوس الأريوباغي، واحدة اسمها دامريس، ومجموعة تانية معاه. وبعد كده طلع على كورنثوس. في كورنثوس جاله سيلا وتيموثاوس. كده بنحكي القصة بتاعت الرحلة التانية. جاله سيلا وتيموثاوس. كرز في كورنثوس في المجمع، آمن رئيس المجمع، آمنوا يهود كتير ويونانيين، وبعد كده لما لقى مقاومة من اليهود راح خرج بره المجمع وعمل سنتر جنب المجمع، وبدأ يعلم فيه، وربنا أيده وقال له ما تخافش لا تسكت، بل تكلم ولا تخف، لأن لي شعبا كثيرا في هذه الإيه المدينة، وما تخافش ما حدش هيقع بك ليؤذيك. وبالفعل كمل كرازته في سنة ونص في كورنثوس. وبعد كده وهو راجع على أنطاكيا، يعني احنا مش طالعين من أنطاكيا وراجعين لأنطاكيا، وهو راجع على أنطاكيا ركب المركب مع أكيلا وبريسكيلا اللي قابلهم في كورنثوس، وسابهم في أفسس، وكرز حتة صغيرة شوية صغيرين في أفسس، قالوا له تعال لنا اقعد معانا، قال لهم طب أنا لازم أعيد في أورشليم وهجيلكوا تاني. وبالفعل إيه؟ ركب المركب من أفسس وراح على قيصرية، نزل في ميناء قيصرية، وبعد كده طلع على أورشليم، وبعد كده سلم على الكنيسة وعيد هناك زي ما كان عايز، وطلع بعد كده إيه؟ راح على أنطاكيا. كده خلصنا الرحلة الإيه؟ التانية. واضحة؟
هنبتدي إن شاء الله من الأسبوع الجاي الرحلة الثالثة اللي هيبتديها في عدد 23. يقول بعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي الريجية يشدد جميع التلاميذ. هنا دي بداية الرحلة الثالثة، بدأها زي الرحلة الثانية عن طريق البر، عن طريق آسيا الصغرى، عن طريق البر يشدد التلاميذ ويفتقد الكنائس اللي موجودة في آسيا الصغرى. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. طيب تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح نشكرك من كل قلوبنا لأنك أعطيتنا حياة جديدة بقيامتك من بين الأموات. نشكرك يا رب لأن بك نحيا ونتحرك ونوجد، ومنك نستمد كياننا ووجودنا وحياتنا وكل شيء. نشكرك يا رب على كل ترتيباتك في حياتنا، نشكرك على أعمالك العظيمة المجيدة يا رب. نشكرك يا رب لأنك إله حنون ومحب للبشر. ادينا دايما يا رب إن احنا نثق في عملك حتى وإن كنا يا رب ضعفاء غير قادرين. نثق إنك قادر، إنك تدبر كل شيء وتعمل كل شيء من أجل تمجيد اسمك ومن أجل خلاص نفوس كثيرة غالية عليك. باركنا بكل بركة روحي، اذكر خلاص كل نفس، كل نفس يا ربي بتنزل على قلوبها كلمتك الحية. أنت قادر إنك تجعل كلمتك لا تعود فارغة بل تعمل ما سررت أنت به وتنجح فيما أرسلتها له. باركنا واسندنا بيمينك بركة أمنا ست العذراء كل قديسين. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.